مرة جديدة بنرحب بمسيو توني عبدو مدير مبيعات بشركة أم بخاطر. توني كيفك؟ هاي جورج منيح. يعني بعدنا بداية 2018 ومن أول السنة بلشين بقوة بمازدا. قوة ونشاط أكيد أكيد. بعرف أنه كان في باكج مهم كنتوا جمعتوا فيه كل الأوفرز المهمة باكج رائع جدا ب 2017 حتى مع بداية 2018 مازلتوا مستمرين فيه؟ أكيد جورج مستمرين لأنه اللي شاف الشغل عنا بالآخر 2017 قد عم يكون في عنا ضغط على صالة العرض ونحن ليه عامل لك نشاط لأنه بعدنا مكفيين نحن ما خلصت السنة عنا بعدنا ماشيين بنفس الريتم مشان هيك نحن عم نرجع نعيد هذا الأوفر لكل اللي ما استفادوا معنا جمعة الماضي نحن مرقنا الأوفر اللي هو 0.99 انترست على 5 سنين اللي هو أوطى نسبة فايدة بالسوق يستفيدوا منها قبل ما تتغير جورج لأن الفوائد كلها بالسوق عم تعلى فهذا أوفر محدود ل 15 يوم عندك اللي هو الوارنتي 5 سنين انليميتد مايلج كمان هي رياحة بال ماكسيمم بالمازدا كما انه عندك المينتنس اللي هي 5 سنين 50000 كيلومتر اللي هي بتكفي الوارنتي مع راحة البال للزبون وما بحط ايده بجيبته عندك الكاش باك هون عم نحكي عن $1000 كاش باك على هالسيارة اذا دفعنا 30% دفع اول السيارة وقسطنا على البنك بس تدفع داون بيمنت 30% مع البنك هيدي حلوة كثير حبيتها ببداية السنة هيدي مثل ديبت كارد او كاش 100% وفي عندك الرود اسيستنس اللي هو عم بيكون 24 على 7 هيدي الرود اسيستنس لكل زبونات المازدا بلبنان جورج يعني مين ما معه مازدا بلبنان بيستفيد منها مجرد ما دق على 030 مازدا بيقدروا ياخذوا له سيارته على الشركة فور فري وكمان عندنا بريميوم انشورنس اكيد طبعا 0% زيرو دراكتبل كل شيء كمان هلا بدنا نرجع نذكر المشاهدين مثل ما بلشنا حلقه بالانترو حضروا تليفوناتكم لانه رح نتواصل معكم بحلقه اليوم عبر الواتساب كل التفاصيل بعد وقت قليل مشان هيك عم نقول لكم خلوا الموبايل تبعكم حطكم خلال اوتو فوكس توني هلا رح نشوف فيديو خاص عن السياره الحلوه اللي معنا اليوم سياره المازدا 3 اللي اخذت حقها وزياده بتصور لهلا خاصه بنسبه البيع منتبه فيديو خاص Can you feel something without touching it? See something with your eyes closed. When everything is designed around you, the driver, you can. The new Mazda 3. مثل ما شفنا فيديو رائع عن المازدا 3 توني مرة جديدة الموبايل خلوه حدكم بداية لأنه رح نتواصل معكم من وراء الهاشتاج enjoy moving forward هاشتاج A and B كمان وكمان على الواتساب بعد شوية رح تخبركم ليه بس هلا صار وقت الهاشتاج enjoy moving forward شو عنا من وراها توني هيدي مجرد ما حط هاشتاج enjoy moving forward على جميع التواصل الاجتماعي الموقع التواصل الاجتماعي عم بيكون في عنا نحن التواصل مع زبوناتنا اللي عندهم فيديوز هلا عندهم اكسبيرينس مع مازدا بيصوروا لنا احلى فيديو ممكن احلى بنزلوا نحن بننزلهم اياه نحن بننقي احلى فيلم وبننزلهم اياه هيك بنشاركهم الاكسبيرينس يعني نحن بالنكست يعني ويك بنشوفه على الويب سايت مازدا بنشوفه باوتوفوكس اكيد بنشوفه حتى اذا كان انستا فوتوز عم بيكونوا نحن بننزلهم اياه كمان صوره كمان بيمروا معنا لكن زبون هلا عندهم اكسبيرينس حلوه مع مازدا رح يشوفوها هلا ورح يشوفوها دائما مبسوطين مع مازدا اخر رح نشوف فيديو خاص على راي الزبائن اللي معهم مازدا نرجع نتابع حديثنا واكيد حضروا الواتساب معي مازدا 2 صار لها من 2009 معي كتير مبسوطة منها وكتير مبسوطة من خدمة الشركة أصلا وأنا حتى ما بغير زيت إلا بالشركة يعني ولا مرة فيت عند جراج برا وبس فوت لهون كتير معاملتهم منيحة وبيجي على الوقت وبيعطونيها على الوقت كتير مبسوطة منهم حتى إذا بدي أبدو المستقبل ببدو المازدا تاني مرسي لكل أكيب أبو خاطر بجننوا كلهم أنا بمضي أغلب وقتي بالسيارة عم سوق فأكيد نقيت مازدا لأخذ سيارة بتريحني كونه كل وقتي رح أغلب وقتي رح أضيه بقلب هيدي السيارة فاشتريت راحتي مع المازدا وكتير مبسوط فيها بسنة صرت سايق أكثر من 35,000 كيلومتر ولهلأ ما في ولا أي مشكلة انكيو مازدا يعني شورت فيديوز وانستغرام كله على هاشتاج A&B هاشتاج enjoy moving forward
بدنا نذكر بس توني انه كل الفيديوز اللي شفناه هون تصوروا بطريقه هيك اذا بدك فجائيه بالشوروم يعني أكيد. ما حدا كان مزبط حاله عارف حاله عم يتصور بدون اي تحضير جورج لانه زبوننا مهضومه نحن اكيد بس لقلك شغله نحن اكيد من زبوننا انه مبسوط يعني ما بدنا نحضر نحن وياه مجرد ما حدنا اخذنا شوتينج نحن وياه رح نعرف انه هل الزبون رح يكون مبسوط ورح يحكي الحديث اللي نحن بدنا اياه بقى نحن بنشكر كل اللي عم يعملوا هالدعايات لنا لانه هالفضل لهم بالنتيجه عم يرجع لحتى يكون هالدعم الكبير لنا توني هلا صار وقت نشوف تخبرنا عن قصه الواتساب يعني في رقم واتساب عم بيطلع على الشاشه ليه واتساب عم بيكون هذا السيستم الجديد نحن عم نتبعه لحتى شخص اذا هلا مثلا اليوم عم تمرق معنا مازدا 3 بالحلقه ل 2018 مجرد ما حط مازدا 3 على الرقم الواتساب عم يمرق على الشاشه رح يجي من عنا سيميليشن بانك سيميليشن رح يجي من عنا سباكس عن السياره ومن هنيك بالرايح رح يبلشوا يتواصلوا معه ويعطوه كل التفاصيل ولحتى نوصل لمطرح انه نحن نصير قادرين انه يجي على الشوروم او نبعث له السياره لعنده نفرجيها عليها ونعطيه احلى خدمه بيحلم فيها لكن بيجي التفاصيل كلها قد ايه سنده الشهري وزع خمس سنين تقسيط وكل شيء ودفع الاولى قد ايه كله بمجرد ما يبعت واتساب على الرقم اللي عم نشوفه وغير هيك الواتساب اليوم وسيله لنقدر نحجز تيست درايف اكيد يعني صرنا دور مهمة. دور تو دور تيست درايف اليوم معكم رح يصير كل شغلنا على الواتساب بالنتيجه لانه العالم عم اريح شيء عم تنزعج من عجقه السير ومن من اللي عم يصير معنا على الطريق نحن مستعدين نامن لهم السياره اللي عنده على البيت اكيد بس لما يبعث لنا الواتساب يعني مسج بدنا ناخذ مواعيد لانه عندنا كثير ضغط وصار في عندنا ضغط هالجمعه من وراء هيدا المسج نحن بنفضل انه نكون كل شيء منظم لحتى نامن لهم اكسبيرينس حلوه نرجع سريعا نذكر المشاهدين بالديل اللي معنا اليوم مستمر مع بدايه عام 2018 بمازدا توني ذكرنا فيه عم نحكي ب 0.99 انترست على 5 سنين هيدا اوطى نسبه فايده بالسوق عم نحكي ب مينتنس 50000 كيلومتر فور 5 ييرز عم نحكي بوارنتي اوبن مايلج فور 5 ييرز عم نحكي بكاش باك $1000 عم نحكي بس يقسط الزبون على البنك وبنفس الوقت عم يكون عنده بريميوم انشورنس هودي كلهم هالباكج كلهم الباكج بعده مستمر ببداية 2018 شكرا لك رح نشوف بالختام اكيد شورت فيديو عن ويب سايت ويلرز بنختم حلقتنا الى اللقاء مشاهدينا ويلرز.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر ويلرز.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات